بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، بنحاول ندعم الحصة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت بحل بعض الأسئلة التشويس عن سؤال المقال. طبعا هو طريقة جديدة لتقييم المقال، وهي إن أنا بشوف المقال بيتكتب إزاي، والفانكشن أو الوظيفة بتاعت كل جزء من المقال اللي احنا استعرضناها في الحلقة اللي فاتت. فبنشوف كده مع بعض وبنفسر، بنحاول نفسر بعض الأشياء. An essay is series of sentences، طبعا هو مش مجموعة جمل، هو مجموعة باراجرافات. يبقى على طول لو قلنا an essay يبقى a series of paragraphs about one main idea or point، يعني فكرة واحدة اللي موجودة فيه أو نقطة واحدة. Number two، How many paragraphs should you have in your essay؟ ما حددش، لا هي لا 1 ولا 2 ولا 3، بس هم أكتر من 2. يبقى هنا it doesn't matter really، أو it doesn't really matter how many paragraphs are there. يعني أنا مش محدد أو مقيد بعدد. Number 3، What is the first paragraph of an essay called؟ طبعًا إحنا الحصة اللي فاتت قلنا إيه؟ الستيبس او البارتس، قلنا الانترودكشن من كلمه انتروديوس. وات از ذا لاست باراجراف اوف ذا ايساي كول، طبعا احنا قلنا كونكلوجن اللي هي جايه من كلمه كونكلود يعني الخاتمه، يبقى دي المقدمه انتروداكشن كونكلود الخاتمه. وات ار ذا ميدل باراجرافز اوف ان ايساي كول، طبعا احنا قلنا بادي باراجرافز اللي هو بالك يو ال كي اللي هي جسم الايساي اللي هو مجموعه من الباراجرافز. How do you separate paragraphs؟ ازاي نفصل بين؟ احنا قلنا بنفصل بين، بننهي الجملة بنقطة ونبدأ الجملة بحرف نقطة. اما بننهي بنفصل separate يعني نفصل بين الباراجرافس بـ an indent. indent يعني مسافة للكتابة. طبعا لازم نكون عارفين ان احنا لازم نسيب مارجن سيد قبل ما نبدأ أول جملة فين؟ في الباراجراف بتاعنا. 7، the introduction paragraph has 3 parts، اللي هي المقدمة، الباراجراف بتاع المقدمة في 3 أجزاء. Which of the following is part، مش موجود في ال part of the introduction paragraph؟ أنا بذكر السيسز اللي هي الجملة الحبك اللي هي بتبقى هوك، أيوه، اللي بتجذب انتباه الآخرين، وممكن تبقى نوع من دايركت كوت يعني اشتقاق او اقتباس معين من كلام حد معين، او ممكن تبقى بروفيرب. انما ما فيش عندي حاجه اسمها باك جراوند يا خلفيه، يبقى ده هي نمبر سي هو الايه؟ الاي. وات از ذا مين ايديا اوف ان سي كولد، الفكره بتاعت الباراجراف اسمها توب سنتنس. طيب الفكره بتاعت الإيساي is called سيسز. سيسز سيسز يعني ايه سيسز؟ يعني الجملة اللي افتتحت. اوكي، يبقى هنا الإجابة بتاعتي سيسز. نمبر 9، What are the parts of the paragraph؟ What are the parts of the paragraph؟ هنا topic sentence، background sentences، سيسز يعني الباراجراف في جمله افتتاحيه، وسيسز هي نفسها، وباك جراوند وجمل يعني لها خلفيه علاقه بها. وعندي هوك يعني هوك برضك جمله اتراكت يعني جمله اتراكشن يعني جمله جاذبه، وباك جراوند سنتنسز وسيسز توبك سنتنس جمله برضك افتتاحيه، وبعدين بيطلع منها جمل سبورتنج بيقدموا الجمله الافتتاحيه دي. وبعد ما انا اخلص الجمل سبورتنج اللي هي الداعمه الجمله الافتتاحيه، بختم بكلوزنج سنتنس. ايوه هي دي هي دي، يبقى نمبر ايه؟ سي. نمبر 10، تو از تو ري رايت انذر رايترز وردز اند ايدياز انتو يور اون وردز. بجيب كلام كاتب وليكن كلامه مش مفهوم، وبعيده بطريقه ثانيه، بعيد صياغته، يبقى بارافريز، بالصياغه. When you think the words of the other writer are too difficult to you، بارافريز، بعيد صياغتها ثاني بطريقه سهله. How would you plan to link
the paragraphs to each other in essay. ازاي in essay writing ازاي بنربط بين الباراجرافز في يعني مربطهم ببعض في المقال بتاعي، ازاي اربط بين الباراجرافات المختلفه. اوكي I write a lot of ideas in each paragraph. بحط افكار كتيره في كل باراجراف. طبعا ده خطا لان كل باراجراف المفروض يحتوي على فكره تتطور بنفسها. By making sure that each paragraph links to the introduction. يعني بتاكد ان كل باراجراف links to مرتبط بالانترودكشن بتاعتي. طبعا دي الصح. يعني انا لازم الانترودكشن كل باراجراف يكون منبثق منها. يعني انا لو انا بقول I'm going to write about pollution. يبقى وقمت قايل firstly pollution, secondly noise pollution, thirdly water pollution. يبقى هناخد كل واحدة من الانترودكشن دي وناقشها بين كل باراجراف اكتب فيه. يبقى هي الاجابة صحيحة. By making sure each paragraph links to the introduction. Number 13. What is the most effective way of trying to use thinking words in essay writing? يعني ايه اكتر طريقة مؤثرة في المحاولة لاستخدام الكلمات الرابطة في كتابة المقال؟ هل انا استخدمها بشكل اوفر يوزنج يعني كل شويه استخدمها and moreover in addition to in addition اوفر يوزنج ترانزيشن ووردز اند اكسبريشنز ار سمبل يوزنج ترانزيشن ووردز اند اكسبريشنز بتوين ايتش سنتنس في كل جمله طبعا يشوه الباراجراف ويشوه المقال ليرنينج اونلي ا فيو من نرصها بشكل قليل طبعا لا يبقى اللي احنا عايزين اوفر يوزنج وافلو احنا عايزين ليرنينج ا لوت اوف يعني كثير من ان احنا نتعلم كتير من الكلمات الانتقاليه الرابطه اند فريزز والعبارات عشان نستخدمها تو يوز الاجابه هي نمبر ايه دي ما فيش افراط ولا في داعي ان احنا نستخدم بشكل قليل يبقى عندنا هنا ان نستخدم بشكل كويس وفي linking between the sentences. Which one of these points do you include in an introduction? بنحطه في الانترودكشن. هل الفاينل ريزلتس؟ هل الايفيدنس؟ هل المورال؟ طبعا لا. Introduce topic areas in one or two sentences. يعني احنا هنا بنقدم الجمله الافتتاحيه في او الفكره الافتتاحيه في جمله او اثنين من خلال الانترودكشن اللي هي المقدمه 14 ننتقل الجمله 15 which one of these points is included in the body of the essay احنا سيبنا الانترودكشن وقلنا ان هي انترودوس توبك ارياز بمعنى ان هي بتقدم المناطق اللي هي التوبك اللي هي موجوده في الجمله الاولى او الثانيه نيجا 15 بنقول which one of the points is included in the body of the essay هل هي الفاينل ريزلتس طبعا لا هل السمري اوف ذا توبيك طبعا لا هل thesis statement طبعا لا a topic sentence in each paragraph that states the main idea طبعا هي دي لان في كل paragraph في topic sentence موجوده وبتدعم الفكره الرئيسيه المقال ككل نمبر 16 What does a conclusion include? طيب الconclusion بيبقى فيها ايه؟ من خلال الكلام اللي احنا بنقوله دوت على طول summarizing your major points. يعني هي بتلخص الميجر بوينتس اللي انت قمت بذكرها في الباراجرافز اللي فاتت. Number 17 What do you need to include in the conclusion? هل بنذكر فيها new details? No. مفيش حاجة new خالص. New ideas? No. مفيش حاجة new. طب ذا سيسس ستيتمنت دي متقلق في الاول امال بنذكر في الكونكلوجن ايه؟ ريستيتنج ذا سيسس ستيتمنت يعني بنعيد كتابه او بنعيد صياغه السيسس ستيتمنت بس بطريقه ثانيه يعني انا ممكن ادي لك مثال لو انا قلت في الانترودكشن I'm going to speak about pollution which is considered a very threatening problem اوكي طيب ممكن نختم ونقول ايه؟ we can't ignore that
pollution has a dangerous effect in all of, on all of us. طبعا هي هو نفس المعنى ولكن طريقة مختلفة. restating the first sentence of your introductory paragraph is called. يعني أول جملة في الباراجراف اللي هو الافتتاحي بيطلق عليها هل كونكريت ديتيل ولا كونكلوجن؟ طبعا لا. سيسز هل هي الجمله الطبق ولا بيطلق عليها ايه؟ بتطلق عليها اتنشن جرابر، احنا بنسميها الجمله الجاذبه اللي هي هوك، يعني بتصطاد الشخص الريدرز، يعني ايه بتصطاده؟ يعني بتجذب انتباه. نيجي للجرابر 19. You should include throughout your essay. يعني في المقال بتاعك لازم أن يكون موجود في ايه؟ طبعا transition words. Moreover, we are going to mention some important details about pollution in addition to that. وهكذا اللي هي transition words، كلمات الانتقالية. The first sentence of the conclusion paragraph should أول جملة في الخاتمة مفروض تبقى إيه؟ هل هي include a quote اللي هي اشتقاق grab your reader's attention؟ طبعا لا. restate يعني تعيد صياغة your says. هل هي بتعيد صياغة؟ أيوه هي بتعيد صياغة الجملة الافتتاحية topic sentence، يبقى restate. Your attention grabber اللي هي الجملة الجاذبة الافتتاحية should state your thesis to make your reader become involved. أيوه هي اللي بتجذب الريدر وبتخليه يتعرض أو يتضمن في المقال، يبقى make your reader become involved in the essay. Number 22. This statement represents the main idea of هل هي first paragraph اللي هي This is a statement represent the main idea. هل الباراجراف الأول ولا هل هو الباراجرافات الثانية اللي هي البادي ولا هل الكونكلوجن ولا في الإيساي ككل؟ لا، هي بتاخد This is a statement اللي موجودة في كل باراجراف خاصة بالمقال، خاصة بالإيه؟ بالمقال ككل. Number 23. What term is used to describe how to؟ احنا عندنا أنواع مختلفة من الإيسايز، تعال نشرحها كده. persuasive يعني اقناعي، مقال اقناعي، يعني هو بيشتغل فيه بحيث ان هو قاعد يجيب لك اشياء عشان يقنعك بشيء معين. descriptive يعني descriptive جاي من describe، يعني نقول هنا وصفي، يعني بيصف لك بني ادم، بيصف لك شيء، بيصف لك اي موضوع. expository يعني تفسيري، يعني بيفسر لك، يبقى يعني ايه بيفسر؟ يعني اكسبلين. اكسبوزيتري يعني هاو، اكسبلين هاو تو. او الاخير ناريتيف اللي هو بيقول لك حكايه اللي هي جايه من الناريتيف. يبقى اكسبوزيتري بمعنى هاو تو، يعني بيقول لك هاو تو ميك، يبقى هي الاجابه الصح سي. ايوسف تكنيك فور بيرسويسيف رايتنج از، يعني هو بيلعب الجانب الوجداني بتاعك لان بيقنعك، يبقى ايموشنال ابيلز. يبقى اول ما نشوف بيرسويسيف هناخد على طول ان هو الجانب الوجداني او العاطفي، ايموشنال ابيلز. تاني بيرسويسيف ايموشنال ابيلز، هاو تو اكسبوزيتوري. ذير از سم سورت اوف ا ستوري، طبعا على طول احنا قلنا ناريتيف. يبقى اللي هي التفسيريه، الاشياء التفسيريه هي اللي بتشرح الاشياء. يبقى في قصدي المقالات التفسيريه اللي بتشرح الاشياء. نمبر 27. Writing is intended to influence others. انت بتأثر في الاخرين، يعني ايه؟ بتقنع الاخرين، يبقى persuasive. The purpose of say is to use vivid details، تفاصيل زاهية أو واضحة أو جلية، to give the readers a mental image، يعني صورة عقلية، of a person, place, things, event or idea. طبعا descriptive. Which of this is not
a characteristic of a good essay. Thickness, نزيف. Which of these should be avoided in a good essay? Slang, اللغة العامية. Slang يعني اللغة العامية. Which of these is not a type of an essay? طبعا personal essay لأن مفيش حاجة اسمها personal essay. ليه؟ لأن في personal letter. خطاب شخصي. Which of these essays tell a story? Narrative essays. Must be avoided in a summary. Repetition. ايه المفروض ان احنا نتجنبه في السمري يعني الكونكلوجن ان احنا ما نكررش اللي احنا قلناه في الاول احنا نقوله بس بشكل تاني بنات صياغته سيركومنتد ذات يوبايت ذا باراجراف لاست طبعا من الموصل ده تخيل ان احنا ما نكتبش الانترودكشن غير في الاخر تخيل دي يبقى لاست يبقى على طول ايه الانترودكشن What is the first thing you should do when needing to write an essay? طبعا شو ذا طب؟ احنا رايحين نكتب مقال، أول حاجة عايزين نختار موضوع. You should first write the of your essay. The body of your essay. يبقى لازم نكتب البادي الأول، بعدين conclusion، وآخر حاجة تخيل المقدمة. An essay is a type of writing that has too many دي بتبوظ الجملة لأن مفيش فيه باراجرافات أكتر من اللازم. Song طبعا لا، poem طبعا لا، يبقى a type of writing that requires research يعني نوع من الكتابة بتبحث في موضوعات مختلفة عشان تقدر تكتب فيه. The introductory paragraph of an essay requires هل topic sentence و thesis والايديا اللي هي الايه الباراجراف الافتتاحي ده بيتطلب دول ولا سبورتنج ديتيلز ولا الافكار الداعمه ولا ذا ريزون فور ذا ايساي ذا توبيك ذا سيسز سبب المقال والتوبيك طبعا هنا ديت ناقصه هي رقم ايه بي بس ايه بتكملها دي يبقى الاجابه هنبقى ناخد دي اللي هي ايه وبي عندنا الافتتاحيه والافكار الداعمه after you write the main idea of the paragraphs بعد ما تكتب الافكار الرئيسيه او الفكره الرئيسيه للباراجرافات بتعمل ايه بقى؟ انكلود سبورت زي ما اللي فوق بقى الافكار الرئيسيه يبقى انكلود سبورتنج ديتيلز وذ اكزامبلز اند سبيسيفيك ديتيلز يعني تحط الافكار الداعمه مدعمها بالامثله او التفاصيل الخاصه. اخر حاجه ذا كونكلوجن اوف ان ايساي Include the last minute ideas and thoughts of the future. ولا هذا ريستيت ايوه اما يقول لك conclusion على طول لازم يبقى في دماغك كلمتين كلمه paraphrase وكلمه ريستيت بتعيد كتابه تعيد صياغه the thesis and thoughts for the future. اوكي يبقى بكده اعزائي الطلبه يبقى احنا انتهينا من الشق الداعم للحصه او الحلقه اللي فاتت وهي كيفية ان يجي المقال بشكل اختياري. طبعا اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الجزئية دي وان شاء الله نتقابل في فيديوهات قادمة بإذن الله.